الحكايات لا خاتمة لها في بغداد. لا تزال شهرزاد تروي قصصها لشهريار في المدينة الشاهدة على ولادة أشهر عمل أدبي عربي ألف ليلة وليلة عند نهر دجلة، وتحديدا في شارع أبو نواس. تقف شهرزاد بشموخ أمام الملك الذي أفنى قبلها مئات النساء، وترفع يديها نحو الأعلى وكأنها تلقي خطابا مهما لا ينصت إليه شهريار وحده. ستجد كل عابر أمام النصب مأخوذا بها ومفتونا بما تقول. أنجز هذا النصب شيخ النحاتين العراقيين محمد غني حكمت في العام 1975. كان عدد من العراقيين يتجولون في المكان المحاط بأشجار النخيل، أحدهم كان مشغولا بالتقاط صورة تذكارية، وآخر كان يتأمل تمثال شهرزاد وكأنه يقول لها: أنا أيضا لدي قصة أرويها.